ما كنت أتصور أن العرب يقاتلون بهذه الضراوة. لقد ذهلت من جرأتهم واندفاعهم. إنه دينهم يأمرهم بالقتال حتى النصر والشهادة. وقد سمعت هيثما رهبان في الليل فرسان في النهار، ولا فضل لأحدهم على الآخر إلا بما يقدم، ولا يعفى أحد من العقوبة إن أخطأ. أنا أرى أن رمز انتصارهم هو قائدهم خالد بن الوليد.